بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى الحبابي يلقاكم هذا الفيديو وانتم بأحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته. غادي نحطوا واحد وصفة رائعة لجلب المال، لجلب الزواج، لجلب الرزق. إذا والعمل، العمل، الناس اللي واقفين على العمل غادي إن شاء الله نديروا هذا الوصفة. عندنا التابعة في المال أو التابعة في البركة أو التابعة في الرزق. إذا حاولوا أنكم تديروا هذه الوصفة لأنها وصفة رائعة. خاصنا نعرفوا هذه الوصفة تجيب البركة، والناس اللي معطلين على العمل أو معطلين على الزواج هذه الوصفة أو هذه العشبة عشبة رائعة لجلب الرزق والمال والزواج. إذا عندنا وصفات رائعة، ثلاثة الوصفات للعمل، للزواج، للمال. للمال والبيت المنحوس، العتبة فيها طاقة سلبية، فيها نواحس، خصنا نحاول أننا نحيد هذه الطاقة السلبية بعشبة عند العطار. عطار اللي غادي نخرج عند العطار، إما نجيبها يوم الخميس، يوم الخميس، أو نجيبها يوم السبت، أو نجيبها يوم الاثنين. حاولوا أنكم الوقت اللي تجيبوها تجيبوها على نية واحدة، إما الزواج وإما العمل وإما المال. إذا كل حاجة غادي تقرأ لها قراءة على حسب الزواج أو على حسب المال أو على حسب البركة في النقود أو البركة في البيت أو طرد النحس. إذا بغينا نحيدو النحس غادي نحاولو نمشيو عند عطار قبلي. قبلي علاش نقولو قبلي؟ قبلي تيكون قبل القبلة وتتكون العشبة تكون نقية وتكون جديدة بحال هذه. إذا هذه إلى عرفتوها راه عشبة الداد. الداد وصفة موروثة من الوصفات الشعبية، الوصفات الشعبية اللي كانوا النساء ديال زمان، كانوا النساء ديال زمان تيعتمدوا على النية الحسنة والطاقة الإيجابية ديالهم، وعندهم تعويذات خاصين بكل عشبة. إذا عندنا الداد، الداد غادي نجيب 250 غرام ديال الداد، الداد ديال الهداد ديال اللي تجيب الرزق من كل بلاد. الداد اللي عرفتو الداد أنه رائع في جلب الرزق والزواج والعمل. إلا كنت غادي نديرو على حسب الرزق ناخدو 250 غرام ديال الداد، ما نتاوش عليه، ما نقولش كم، ما نقولش اعطيني نعطيه المبلغ ويرد عليا الصرف، ما نقولش ليه كم هاد العشبة، نعطيه المبلغ ويرد عليا الصرف. اذا 250 غرام على نية ديال الزواج او نية المال او نية الرزق في البيت او جلب الخطيب او جلب العمل. اذا كل حاجة جيبي لها حقها، كل وصفة جيبي لها حقها. كنت غنديرها على الزواج نشري 250 غرام على حسب الزواج. اذا البنت اللي عندها تعطيل الحال في الزواج غادي تاخذ 250 غرام ديال الداد، وغادي تقرا عليها صورة طه، صورة طه كاملة وصورة يوسف كاملة، وغادي نقرا ان شاء الله وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، وزينا فلانة بنت فلانة للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. غادي تقرايها 51 مرة وتصلي على سيد الخلق 51 مرة، وتقراي البسملة 51 مرة، وألقيت عليك محبة مني 51 مرة. إذا خذوا ورقة وقلم وكتبوا هذا الشيء. اذا صور طه نقدر نحط البورتابل بحال هكا على المكون ونخليها يقرا، الا ما قدرتش نقرا صورة يوسف نحط ونخليها تقرا على الداد، فهمتوا؟ اذا ولكن القراءه الاخرى تقرايها انتيا، وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، تقرايها بعدد 51 مره، وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم 51 مره، والقيت عليك محبه مني 51 مره، والبسمله الشريفه 51 مره. اذا بغيت نجيب الخطاب الى العتبه، اذا غادي نديرها 3 ايام في الاسبوع، 3 ايام تبخر بها البنت، تلبس شي حاجه ديال امها او تلبس قندورة أو عباية تكون لونها زهري. غادي تحلي العقد كاملين
وغادي تمشي حدا العتبة وتبخري تاخدي 7 قطع، 7 قطع صغار ديال الدان، وغادي تحطيهم 3 أيام متتابعة في وقت معين، وقت معين ما بين العصر والمغرب، تبخري حدا العتبة. أما الناس اللي باغين الرزق، الناس اللي باغين الرزق بهاد العشبة، هاد العشبة رائعة وأكثر من رائعة. هاد العشبة من أقوى الوصفات اللي شت ديال الدان. الناس اللي باغي الرزق غادي ترشي الريحة، ترشي الريحة، حتى اللي باغي الزواج ترشي الريحة، أي ريحة عندك غترشي الريحة. الناس اللي باغيين الرزق غادي تبليه مزيان بالريحة، وغادي تقراي سورة الواقعة 3 مرات، وغادي ديري الدعاء ديال سورة الواقعة، سورة الواقعة 3 مرات. أي دعاء ديال الرزق غادي تقراي على هدد، ولكن سورة الواقعة 3 مرات بنية جلب الرزق، وديري الدعاء كل سورة من تالي، النوبة الأولى والنوبة الثانية والنوبة الثالثة، ديري 3 مرات الدعاء. إذا سورة الواقعة وبحق ما فيها من أسرار، ما فيها من بركة ورزق. اللهم ارزقني بسورة الواقعة، إن كان رزقي في السماء فانزله، وإن كان في الأرض فاخرجه، وإن كان بعيدا فقربه. اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا، اللهم ارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. إذا أي دعاء يخرج من القلب هو رائع. إذا سورة الواقعة هي رائعة في جلب الرزق وطرد النحس. البنت اللي باغا الزواج تهي تقراها باستمرار على الماء وتشربها، لأنها تطرد النحس. غادي تقراي بالنسبة للناس اللي باغين المال، غادي تقرايها 3 مرات، وديري دعاء 3 مرات، وتقراي 27 مرة، وغادي تقراي 27 مرة إن هذا لرزقنا ما له من نفاس، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد 27 مرة. وغادي نصلي على سيد الخلق العدد اللي بغيتي، 170، 50، العدد اللي بغيتي. وغادي نبقى نبخر مع العصر، دائما التبخير للرزق اما الصباح واما العصر. غادي تبخري بالداد ديال الهداد يلي تجيب الرزق من كل بلاد، ديروا التعويض ديالو، هو رائع في جلب الرزق. الداد ديال الهداد تجيب لي الرزق من كل بلاد، الداد ديال الهداد بجهد الله، بجهد الله تجيب لي الرزق من كل البلاد، لان تجيب الزوار، حتى الناس اللي تبيع وشريو، حتى الناس اللي عندهم البيع والشراء، حتى الناس اللي عندهم العدم في البيت في الدكان ثم تديروه، الناس اللي عندهم مشاكل في العمل. العمل ان شاء الله بحول الله وقوته ناخد 250 غرام على حسب العمل. الناس اللي باغي العمل تاخدي 250 غرام وتقراي عليها سورة الواقعة وسورة القاف، سورة القاف مرة واحدة وسورة الواقعة مرة واحدة، ولكن أتقرأي سورة الشرح 7 مرات وسورة الكوثر 7 مرات. وغادي يبقى يتبخر هذاك الشخص اللي عنده العمل معدوم، ما تيمشيش لمشي العمل، إما توقع عليه شي حاجة، وإما يمرض، وإما يكون عنده نحس، وإما تكون غير مقبول. إذا هذاك الشخص اللي تيكون هكاك تيكون عنده سحر توقيف الحال وعنده مشاكل. إذا لا كان سحر توقيف الحال بسبب السحر المرشوش، غادي تحاولي تقراي آية الإبطال، آية الإبطال، حاولوا تاخذوا الآيات اللي تنحط ديال الإبطال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وغادي إن شاء الله الزوج يبقى يحيد الملابس ديالو، يلبس شي جلباب فضفاض، ويحاول يحيد أي حاجة في يده. وغادي يتبخر دائما ما بين العصر والمغرب أو الفجر، منين ينوض يصلي الفجر الزوجة ديالو أو البنت ديالو نوض تبخر الأب ديالها أو الأخ ديالها أو الزوج ديالها. المهم هي على حسب الناس اللي باغين أنهم يديروا هذه الوصفة، الوصفة ديال العمل، ديال الزواج، ديال المال. ولكن كل 250 غرام تقراي عليها قراءة. إذا أعطيتكم 3 القراءات، 3 الوصفات في فيديو واحد، على حسب أنكم تاخدوا كان الأخ ديالك بدون عمل تقراي لي على 250 غرام ديالو، كانت
كانت البنت ديالك بدون زواج غادي تقراي لها على 250 غرام، تبقى تبخر 3 ايام في كل اسبوع، ومن بعد يبقى تبقى 250 حتى تسالي، وغادي ان شاء الله تحس بالفرج باذن الله الواحد القهار. اذا الناس اللي باغين هذه الوصفات يحاولوا يخلوا لنا لايك ودعموا القناه وفعلوا الجرس. اذا الناس اللي كيدخلوا ما ينساوش لي لايك، الله يخليكم، وحاولوا انكم تدعمونا. والى وصفه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.